اسمعي كده وشايفة الشيت. ايوه دكتور. تمام، شيت اتنين. خلاص احنا قلنا ده الستيمن ليف والهيستوجرام، ده اصلا للسوفت وير، واتكلمنا عن الكوزن افكت دايجرام وعملنا الباريتو وقلنا اهم الفرق ما بين التشانس كوز فاريشن والاساينبل. احنا لسه ما خدناش الحتتين دول، مش نأجل دول، خلينا ناخد ده الاول. اقرا لي دي كده. If a process in a state of a statistical control, does it necessarily follow that all or nearly all of the units of product produced will be within the specification limits? مين يجاوب لي على السؤال ده؟ ولو حتى بجرافيكال ريبريزنتيشن. طب صح وغلط ولا لا؟ ده شرحناه المرة اللي فاتت. قول واغلط، انا عايز اعرف انت بتغلط في ايه عشان اقدر اصلح لك التفكير. يا اما تجاوبني صح ويبقى كتر خير الدنيا. ها جاء مديرك وسألك السؤال ده، والله انت بتقولي ان البروسيس بتاعتك statistically in control. عارف منين؟ رسم الداتا بتاعته في كنترول شارت، وات ايفر بقى الستاتستيك اللي بيجري وراه او بيرسمه، ولقى ما فيش حاجه طالعه بره الابر واللور كنترول ليميت، فراح قال لك، فقلت له البروسيس statistically in control. قال لك لو انت بتقول ان البروسيس بتاعتنا statistically in control، ده معناه ان تقريبا، او ده معناه ان كل اللي احنا بننتجه والميت الكاستمر والميت البرودكت سبيسيفيكيشن. هترد عليه تقول له ايه؟ هو ما بيفهمش statistical analysis، انت اللي بتفهم. هترد عليه تقول له ايه؟ والسوفت وير الاخر مش هيعرف يجاوب لك الاجابه دي، هو يطلع لك بس الكنترول شارت لكن برضه مش هيعرف يجاوب لك الاجابه دي. تقولوا لي ايه؟ خالص مفيش افكار خالص، ولا الناس عارفه ومش راضيه تقول؟ هنرسم نفس الرسمة اللي رسمناها المرة اللي فاتت ونشوف احنا معديين ال upper في ال upper و lower specifications limits ولا لأ. ساعتها نحدد. لا يعني جاوبني صح ولا لا. انا هنا مش بمعنى، انا هنا مش محدده لك ارقام. هل معنى ان البروسيس statistically in control انت كده تضمن ان البروسيس، ان كل اللي بتنتجه واقع في السبيسيفيكيشن ليميتس؟ يا صح يا غلط. غلط. لا غلط. ليه يا محمد؟ عشان دي حاجة ودي حاجة تانية، بالظبط مش كده، شرط عشان في كيمستري تقوم في النص كده. نقول كده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده اهو في السبوره. في ماشي، واضح انها في سبوره تانية. اوكي، اللي احنا رحنا قلنا ايه؟ قلنا ما فيش اي علاقه ماثيماتيكال ايكويشن كده ما بين الكنترول ليميتس وال سبيسيفيكيشن ليميتس. السبيسيفيكيشن ليميتس دي ديترمند ايه؟ اكسترنالي من الكاستمر اصلا، لكن الكنترول ليميتس ده الناتشرال توليرنس ليميت اللي انا بعتبره بتاع البروسيس، ايه اللي بعتبره بتاع البروسيس بتاعتي. فهل معنى ان البروسيس statistically in control ان كل اللي بتنتجه واقع في السبيسيفيكيشن ليميت؟ لا، لان دي ليها علاقه ببروسيس كنترول اناليسز، لكن دي ليها علاقه بايه بقى؟ اسمه ايه الاناليسز بتاعها ده يا محمد؟ ما انا هكمل ده. احنا دلوقتي شغالين في الحته دي، عايزين اصلا اعرف اجاوب، اقول الجمله دي، اقول ان البروسيس statistically in control ولا لا. لكن عشان اعرف اقول ان اللي انا انتجته ده within the specification limit، دي analysis تاني اسمه ايه؟ probability تقريبا.
تمام بالظبط كده، البروسيس كابابيلتي. بشوف بقى هل البروسيس بقى اللي هي statistically in control capable of meeting the customer specification ولا لا، فده analysis تاني. لما نخلص البروسيس كنترول نبقى نخش على الايه البروسيس كابابيلتي. صح كده تمام. خلينا بقى نأجل دول للايه للمرة الجاية. تعالى بقى نخش في مسألة. طبعا ده ولا هنحلها، دي لسه قدامنا كتير قبل ما نوصل لها. اهي مثلا من احد الحاجات هيسألك على process capability على نفس المسألة. خلينا احنا ناخد ايه اول جزئية، لان احنا لسه كمان ما كملناش حتى الجزء الثاني من الجزئية اصلا. طيب هنا بيقول لك ال pull strength of a wire مش عارفة ايه لايه، ال following table provides data for 20 samples each of size 3. اول معلومة كده اطلع على طول ايه من الجملة دي؟ حد كده ويقول لي انا اول ما قريت دي طلعت بايه؟ ايه اللي جه في بالك؟ ايه الانفورميشن اللي هتقدر تعملها تستخرجها من السطرين دول؟ ها ال ثلاثة ال ان ب3 الناس اللي معانا تشارك يا جماعة، انا عايزة اعرف انت فاهم ولا مش فاهم، او قول لي بقى انا عارف ومش عايزه اتكلم، ما عنديش مانع على فكره، بس انا عايزه اطمن انك عارف بس. ها بس كده. طب وال20 دي ايه؟ يا جماعه هو احنا كنا بنراجع، هو كنت براجع ليا ولا كنت براجع ليكم؟ ها لما رحت رسمت لك دايره كده وقلت لك انا هاخد اهو سامبل، بعد كده قلت لك سحبت، البوبيوليشن لا سحبت كي سامبل اللي اتش هي اوف سايز كذا، يبقى قلنا كي او ام هتساوي كام؟ انا سحبت 20 سامبل اتش اوف سايز 3، ولو بصيت للجدول اهو خد 20 سامبل. طبعا مش هجيب لك مسألة زي دي في الامتحان، لكن دي مسألة مذاكرة يعني، ولو جبت لك حاجة زي دي هبقى جايبة لك نص الإجابة في موجودة أصلا. أدي 20 سامبل each of size كام؟ 3 أهو فعلا. أدي السامبل الأولانية خدت 3 قرايات، أدي السامبل التانية خدت 3 قرايات، لكن actually لسه في معلومة كمان أنا ممكن أحتاجها من أطلعها من السطرين دول. السترينث بالنسبة لك هنا بيمثل ايه؟ اشمعنى السترينث يعني؟ السيتي كيو لا ومش كده بس، طب انت رحت قلت لي ان ده السي تي كيو، وبعدين اطلع منه بايه كمان؟ ها كونتينيوس ولا ديسكريت؟ هو انت لازم تقول لي عشان اعرف اخد كنترول شارتس فور فاريبلز ولا اخد كنترول شارتس فور اتريبيوتس. ها امشي في اي سكه؟ السوفت وير ما بيعرفش ده، السوفت وير انت بتدخل له والله في سماه. عارف عارف لو مش هقول لك سوفت وير، لو جبت اكسل حطيت له اديت له اي اكس واي واي اي عك، لا ده ليه علاقه، لا ده ليه علاقه بده ولا اي حاجه اي حاجه، عدد الافلام اللي في السوق وعدد العربيات اللي في الشارع مفيش اي علاقه. هيطلع لك معادله خط مستقيم لو اخترت معادله الخط المستقيم، السوفت وير ما بيفهمش. ها فاختار مين، امشي في انهي سكه؟ continuous الكونتينوس. يبقى شايف بقى انا طلعت بقد ايه من السطرين دول؟ عرفت ان انت بتدور على السترينث، يعني معناه السترينث بالنسبه لك اذا كريتيكال ايشو، سواء بقى كان الكاستمر حددها بالصوره دي او ان هي دي اللي الديزاينر حددها، وعرفت ان السترينث كونتينوس، يبقى انا ما ينفعش اطبق غير كنترول تشارتس فور فاريبلز. وقال لي ان انا اي ويل تيك 20 سامبلز ايتش اوف سايز 3، يبقى انا عندي كي ب 20 والان ب 3، كل ده من السطرين دول بس.
تمام. عايزين بقى يسيبك من المطالب دي بقى كلها، عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين نجيب معادلات اكس بار وار تشارت ومعادلات اكس بار واس تشارت على قد اللي خدناه في المحاضره لغايه دلوقتي. فسيبك بقى كل ده هنحله ان شاء الله، بس خلينا بس في دي الاول. قولي بقى كده هتعمل ايه؟ قولي الاول هتعمل ايه، بعد كده هسيبك تحل وبعد كده هطلع لك الحل ونراجع مع بعض. ها هتعمل ايه؟ هنبتدي الاول باول حاجه. طبعا انت ما بترسمش اكس بار وار واكس بار واس، احنا بنذاكر. انت بتستخدم حاجه واحده، يا تحل البروبلم اللي قدامك في الاورجنايزيشن بفاريبل كنترول تشارت اكس بار وار، يا اكس بار واس. وهنبقى نقول المره الجايه امتى استخدم دي وامتى استخدم دي. فتعالى الاول نبتدي نحل باكس بار وار. اعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي اقدر اعملها عشان ابتدي اشتغل؟ اول حاجه تسالني، اول سؤال تسالني هو ايه؟ ما هو الاكس بار وار دي ليها معادلات فيها سكتين، يبقى اول حاجه تسالني ايه؟ البارامترز عندي نون ولا نون؟ تمام كده. فاول مطلوب مش عندي، بعد كده بعد ما لما نمشي كده يقول لك استنى، ده الناس عرفت ان في، خلاص خلينا نشتغل اول حاله. ما عنديش بوبيوليشن بارامترز، يبقى هستخدم اني معادلات؟ وخلينا نشتغل دلوقتي الجنرال كيس اللي هي الزد ب3. ماشي، مين يقول لي اني معادلات استدعيها من الفورمولا شيت؟ افتح لي الفورمولا شيت. ها اكس دبل بار بلس اور اكس ماينس دبل بار، اي 2 اور داش، معلش، بوزيتيف نيجاتيف كام؟ اي 2 اور داش. تمام كده، الله ينور عليك، لان الزد ب3. طب دي بتاعت الاكس بار، بتاعت الار، ما دي بتاعت الاكس بار بس. طب بتاعت الار تشارت طلعوها من الفورمولا شيت. الفورمولا شيت دي اكزاكتلي اللي هجيلك في الامتحان، فجيت فاميليار بيها. ها فيريشن بارامترز ار انون وزد ب3، اخد انهي معادله من الفورمولا شيت؟ نفتح كده الفورمولا شيت. بتبحلق في ايه انت؟ اهي بتبحلق في ايه؟ عايز تشوف ايه؟ ما هو يا شباب ايه الصعوبة في دي؟ اهي يبقى عايزة دي 4 في ار بار ودي 3 في ار بار. طب بالمرة بقى لو سمحت حد يحسب لي 2 ودي 3 ودي 4. يلا الفورميلا شيت عندك، طلع لي الأرقام. الناس سامعاني صح؟ تمام يا دكتور. ماشي يلا حد يمليني بقى الـ A2 كام والـ D3 والـ D4. خد بالك دي كابيتال لأن في دي سمول. هو احنا لان كانت بتلاتة صح؟ ولا كانت لان مش كام؟ ما هو بص على الجدول، افرض انا ما قلتلكش اصلا واديتك الجدول ده، يبقى كل سامبل واخد فيها كام عينة؟ تلاتة. تمام يلا.
كل ده عشان اجيب الكونستنس دي. ال A2 ب 1.023 اه بوينت معلش كام؟ 023 023. جابها منين محمد؟ اهي اهو دخل عند ان بتلاتة، مد خط كده قرا الاتنين اهو، وكمل الخط بتاعه كده لغاية ما جاب الدي 3 والدي 4. يبقى انا عندي خلاص فانكشن في الان اهي، محدش بقى الاقيه داخل عند 20. دي كومن ميستيك من الناس دي، انا بشطب له المسألة كلها. لو الامتحان مش ام سي كيو المسألة كلها صفر والله، لو المسألة عليها 20 درجة دي دي خلصت. اللي مش عارف الفرق ما بين عدد السامبلز والسامبل سايز الموضوع منتهي. فيبقى بقى اخش بالان اهي ب3، جبت الاي 2 وبعدين جبت الاي الدي 3 والدي 4. يبقى انا كده عندي مين؟ عندي دي ودي ودي. ها اكمل ازاي؟ محتاجه الاكس دبل بار ومحتاجه الار بار، اعمل ايه؟ أحسبهم عندي. ما احسبهم ازاي؟ قول لي كده يا محمد. المفروض الرينج هنطرح كل واحدة من الأفريج لا الرينج مش ولا كده. من الماكسيمم؟ لا عيد تاني، معادلة الرينج ايه؟ والناس اللي معانا التانية غير محمد اللي عمال برضو بيضحي بنفسه. ها لما اكس ماكسيمم ناقص المينيمم. ايوه بالظبط كده اهي. يبقى الار دي هاخد الاكس ماكس ناقص المينيمم اهي. يعني نعمل اول واحده، يبقى هطرح ال 15.6 ناقص، ودي ابسوليوت فاليو ما يهمنيش معلش ثانية هجيب السلك الكهرباء بس. معايا كده يا شباب؟ يبقى كده بعد ما جبت الرينج اعمل ايه يا محمد؟ احسب الاكس دبل بار ما هو هجيبها زي الاكس دبل بار. السيجما الاكس على ال ان. ان قولي كده ان الارقام دي هتعمل فيها ايه؟ عشان سيجمال انا ما اكس، فهمتش انت هتجيب الاكس دبل بار ازاي. معلش سيجمال اكس بار على ال على على ال على ال كي بقى بتاعت، سيجما الاكس بار بقى اللي هو اجمعهم هو فين اصلا؟ هو انا سميشن. عندي اكس بار اصلا؟ لا اجيبها. اجيب الاكس زي ما جبت لي الار، اجيب الاكس بار ازاي؟ السميشن بتاع الاكس على الان
مجموع الثلاث ارقام دول بالظبط كده على الان، ونفس الكلام اكررها من سامبل لسامبل. هنا بقى تقول لي او ماخد كل الاكس بارز دي اجمعها واقسمها على كام؟ على الكي. ال20، جبت لي الاكس دبل بار. ونفس الكلام اخد كل الار فاليو دي واقسمهم على 20، جبت لي مين؟ الار بار. يبقى انا جبت دي وجبت دي وجبت دي، يبقى انا كده اقدر اعمل ايه؟ كده اقدر اعمل الاتي، اجي كده بالمناسبة لو ده اكس بار تشارت، السنتر لاين بتاعه مين في دول؟ السنتر لاين اللي هو مين عادي اللي هو ال اكس دبل اكس بار. دبل بار، تمام كده اهو. والابر واللور كنترول ليميت البوزيتيف والنيجاتيف، واجي للار، ها المين بتاعه مين؟ بس بيترسموا تحت بعض يعني. هقول لك ليه بعد كده، احنا ما شرحناش لسه ليه بيترسموا تحت بعض. ها مين السنتر لاين بتاع الار؟ ده الابر وده اللور، مين بقى السنتر لاين بتاعه؟ الار داش بار بار داش، تبقى عامله كده اسوي بار بار الار بار، والابر موجود عندي ودي اللور عندي. ناقص اعمل ايه بقى؟ ها خلاص انا جبت المعادلات اهي، ناقص اعمل ايه بقى؟ ابلوت البوينتس. صح، هتبلوت هنا اني كولوم من دول؟ ابلوت في الار عند الاورتشر. صح، هتبلوت ده اهي، لو سميت الكولوم ده 2 هتبلوت هنا كرونيكلي كده يعني سامبل واحد. وهقول لك ليه برضو كرونيكلي، ليه بالترتيب هنقولها بعدين. ادي سامبل واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية سامبل 20، ها وهنا بلوت اني كولوم؟ اللي هو اللي جنبيه على طول نفس بول. كولوم واحد بتاعت الاكس بار، ادي هنا هبلوت الفاليوز بتاع دي برضو كرونيكلي كده يعني من واحد اتنين تلاتة لغاية سامبل 20. وابص بقى، والله لو كل وقع هنا يبقى statistically in control. مش بس كده، ابص على الاثنين، لو داخل الليميتس هنا وداخل الليميتس هنا يبقى البروسيس statistically in control، لو واحده لو طلعت في واحده من الاثنين يبقى البروسيس statistically in control ومحتاجه اكشن تاني لسه ما شرحناهوش. خلينا نكتفي بس باللي قلناه ده دلوقتي. ها الناس فهمت كده مطالب انك تعمل ايه؟ طيب لو بدل اكس بار وار عايز اجيب اكس بار واس، اعمل ايه؟ احسب الاس مكان الار. صح، يبقى بدل الكولوم بتاع الار ده هجيب كولوم اس. اول مره اعرف ان احنا ممكن نكتب في الفاضي ده اهو، هجيب كولوم اس. حد يفكرني كده الاس قانونه ايه؟ الروت سميشن الاكس ماينس الاكس اكس بار اي سكوير ماينس اكس بار، وكل ده سكويرد. الاي هنا بقى من واحد لكام؟ عندك كام واحدة هنا؟ ثلاثة. ثلاثة صح، وتقسمها هنا على كام؟ على الاتنين، انه ماينس واحد. يبقى تجيب الاس ازاي؟ تجيب انت عندك الاكس بار خلاص، تطرح دي ناقص الاكس بار وتجيبها سكويرد، وتجمع دي ناقص الاكس بار سكويرد وتجمع دي ناقص الاكس بار سكويرد، تجمعهم وتقسمهم على الاتنين، جبت لي الاس، وجبت لي الاس بتاعت كل واحدة، مجموعهم على عددهم، مجموعهم على 20، يدوك مين؟ ده الاس بار. الاس بار. طيب لو انا بقى بدل ما كنت هعمل اكس بار وار هعمل اكس بار واس. هو مش الاس فيها كل الكلام ده فوق تحت الروت؟ سوري، برافو عليك، صح تمام، وتاخد الروت سكوير صح، ده التاني الفاليوز. لو انا بقى عايزه بدل الاكس بار وار اكس بار واس، والبوبيوليشن بارامترز ار ان نون، يبقى معادلات الاكس بار استخدم انهي معادلات؟ افتح لي الفورميلا شيت. لو unknown اللي هي الاكس دبل بار بلس اور ماينس A3 في ال S بار صح؟ صح كده،
ها والاس تشارت لو الـ population parameters are unknown. ال B4 في S بار ده الـ upper control limit بس، والـ lower هيبقى B3. تمام كده. يبقى الأسهل إن أنا أجيب مين؟ الـ B4 والـ B3 والـ A3 فيهم صعوبة زي دول، أجي عند N بـ3 نفسها وهأدي رقم الـ A3 وأدي رقم الـ B3 والـ B4 أهم. خلاص يبقى أنا عندي دول مين؟ جبت دول، ناقص لي الـ S بار جبتها، خلاص يبقى خلصنا من دول خالص. ناقص لي مين؟ الاكس دبل بار، ما انا اوريدي جبتها خلاص. يبقى حاجه عندي هنا بقى الايه، الاكس بار تشارت، ادي الابر واللور والسنتر لاين بتاعه، وهبلوت الكولوم واحد، وادي الاس تشارت السنتر لاين بتاعه مين؟ الاس بار. الاس بار، والابر البي 4 في اس بار والبي 3 في اس بار، وابلوت مين بقى؟ ابلوت الاس. ونفس الكلام لو كله هنا وزن الليميتس وهنا وزن الليميتس، يبقى هدفي اصلا من الكنترول شارت هي بروسيس كنترول، ان كل الوظيفه بتاعت الكنترول شارت هل البروسيس ستاتستيكلي ان كنترول ولا اوت اوف كنترول. فيها فانكشن تانية بتاعت كنترول لسه هنتكلم فيها المره الجايه، لكن احنا هنتكلم سوفر بالمعلومات اللي خدناها. ولو واحده من التو شارتس طلعت اوت اوف كنترول، يعني نقط طالعه بره الابر واللور كنترول ليميت، يبقى البروسيس از ست ستاتستيكلي ايه؟ اوت اوف كنترول. بعد كده لسه هنكمل، يعني لما تحل معايا حل بنظافه لان لسه هنكمل عليها المره الجايه. ايه الصعوبه بقى في ده يا شباب في التطبيق؟ ايه الصعوبه؟ الناس اللي ساكته بقى عندها التساؤلات ولا اوكي؟ طيب تمام، يلا بقى عايزه بالارقام. هات لي بقى، انا شرحت كده بالرموز، هات لي بقى بالارقام. احسب لي على الاقل لاول اتنين وانا اديك بقيه الارقام الباقيه. يعني ايه تحسب لاول اتنين؟ عايزه اتاكد انك بتعرف تحسب اكس بار مظبوطه وار مظبوطه والاس مظبوطه، بعد كده انا هديك بقيه الارقام الباقيه هطلعها لك انا، بحيث ان انت يبقى عندك الاكس دبل بار والار بار، بعد كده تجيب لي المعادلات بدل ما نقعد نضيع وقتنا في 20 سامبل. اعملها لي بس على اتنين وانا اديك بقيه الارقام، بس اتاكد انك بتعرف تحسب الاكس بار صح والار والاس. يلا يا شباب قاعد معايا بقى، يبقى نذاكر نشتغل. خلاص هو ده اللي هنقوله النهارده، فعايزين بس نحلها بالارقام. عندنا وقت كفايه جدا ان نحل كل الشيتات دي بالارقام عقبال ما اجيب لك انا الحل. يلا ورقه وقلم وكالكليتور، على الاقل احسب لي اول تو روز. ال X هتبقى ال X العادية 15.43 و 15.9 تمام، وال R هتبقى 0.3 و 1.9. تمام. اتأكد لي بقى بالإس كمان، يعني في ناس بتيجي في الامتحان ما بتعرفش ما بتعرفش تحسب الاس. الاس انا عندي احسبها باي حاجه، الكالكليتر على فكره بيحسب الاس كمان، بس يعني تبقى عارفها. وانا اصلا ممكن، على فكره انا ممكن اديك في المساله دي، انا اديك اصلا بدل ما اديك الثري كولمز دول اديك انا دول،
اوديك دول على طول. الاكس ده بالاس بار، يعني ممكن اديك المساله في اي جزئيه، لكن احنا هنا بنذاكر فبنحل مساله من اي تو زد. يلا يبقى انا كده اتاكدت ان الاكس بار بتتحسب صح. عايزين والار، عايزين بقى كمان نحسب الاس، لان في ناس بتحسب الاس غلط. والحلول دي موجوده عندك على ال على الليرنينج مانجمنت سيستم، بس ما تبصلهاش. حل انت بقى كده، راجع بس بالفاينل انسر في الاخر. تمام، أفهمه مظبوطة. تمام، حد من اللي معانا عنده مشكلة؟ انتوا طول ما انتوا ساكتين يبقى انا متخيلة ان كده الامور ماشية. اوكي، خد بقى بقية الارقام اهي، سيبك بقى كل الارقام دي. انا بقى بعد كده هتعمل ايه؟ خلاص هتكمل نفس الكلام في الاكس بار، واتكلم نفس الكلام في اللي طبعا بأكد تاني، انت بتحسب يا اس يا ار، لكن احنا هنا زي ما قلنا بنذاكر. فهتاخد كل دول وكل دول وتقسمهم على مين؟ على 20. خد بقى الارقام دي اهي. وهات لي بقى معادلات الاكس بار والار، ومعادلات لو هشتغل باكس بار واس. اوكي، يبقى ده المفروض دي الارقام اللي وصلنا لها، يا هشتغل بدول يا هشتغل بدول. سوري، يا هشتغل بدول الاكس بار بدلاله الار، ويا هشتغل الاكس بار بدلاله الاس والاس. بص لي كده على الارقام، المفروض ما يبقاش فيه اختلاف، ولا انت عايز فيه اختلاف؟ لما اجيب لا الاكس بار، صح. لما ما هو لما اجيب الاكس بار بدلاله الاس، ما هي جايه اصلا ان السيجما استمت حطيت اس بار على سي 4، وهنا جايه السيجما استمت ار بار على دي 2. المفروض لسه هنتكلم الكلام ده لسه المره الجايه، بس المفروض اللوجيك يقول لي في اختلاف، المفروض لا، وهو فعلا ما فيش مفيش. اختلاف. صح، يبقى يا هشتغل بدول يا هشتغل بدول. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي ايه؟ طب انا لو هشتغل بدول هبلوت في دي مين؟ اني كولوم من دول؟ ها، اني كولوم من ده هعمل له بلوتنج الاكس في الاكس بار بار والار. تشار، الاكس بار والار. طب لو هعمل اكس بار، الاكس بار والاس، يبقى هبلوت الاكس بار، وادي الاس اهي كانت على اليمين ازاي؟ الشمال. انا عملت لك بلوتنج بقى، تعال نعمل بقى زوم اوت كده شويه، وادي هو احنا حتى فيها بنعمله ازاي؟ بنعمله ازاي على افندم. الاكسل؟ بنعمله ازاي على الاكسل اللي هو البلوتنج نفسه بتاع ده سهل اهو، انت هتقوم تاخد اللي الاكس. بتاع عندي شورت. لا انا اقصد ده شكل الشورت نفسه، بنظبط شكله ازاي على الاكسل ما هو خد بالشكل بالك، ده؟ شايف شايف الرغي اللي انا عملته ده؟ ده عشان ارسم بس ستريت لاين، ده مالكش انت فيه. انت لما تيجي تحسب هتحسب بس الرو ده، لكن انا عشان اضمن ان انا اعرف ارسم ستريت لاين فمديته خط، يعني اديت اكسات دي كلها وثبتت القيمه. ماشي. لكن دي سهله، الاكس عندك اهو، كولوم الاكس. ما هو كولوم الاكس مين؟ السامبل نمبر العداد، وكولوم الواي مين؟ مره الاكس بار ومره الار. هي يعني انا تمام وقفت على ماشي الكيرف ده اهو، شايف شايف مظلل مين؟ ادي الاكس بار، تمام وادي الخط ده اللي ماشي. هو الابر كنترول ليميت، ولو وقفت على الخط ده ده اللور كنترول ليميت، ولو وقفت على الخط ده ده السنتر لاين.
انا بس تمام. بقى هتلاقيني مكرره مع ال 20 رقم عشان بس اضمن ان انا برسم ستريت لاين. طيب ماشي. عملت بلوتينج، انا بقى اكتشفت ايه اهو، اللي هو المفروض ان انت هترسمه اهو، ادي المعادلات فعلا. لو هعمل يا حلها باليمين يا حلها بالشمال اهو، لو حليتها بالشمال يبقى ادي المعادلات بتاعتك اللي انت فعلا مشكورا قلتها، اكس بار وار، وادي معادلات الار اهو. كومنت اولا، خلينا بص نلاحظ كده في الشكل الديستريبيوشن، بص الاكس بار الاكس بار والار والاكس بار والاس، هو رينجات الارقام واحد؟ انا طبعا يا هرسم الاثنين دول يا هرسم الاثنين دول، حلو كده. ايه رايك في الشكل بتاع الار تشارت وشكل الاس تشارت؟ نعمل زوم ان الاس عليهم؟ خارج، الاس بالنسبة للاس خارج، فكده لا، هو اوت اوف التانية سكوب. خارج برضو، لو عملت زوم ان هتلاقيها خارج برضو. لا ماشي، generally speaking كده. السيميلر لبعض تقريبا. طب ليه؟ هل انا غلطت؟ هل انا خدت الارقام دي بالغلط؟ ليه؟ ما هي نفس السيجما استمت لا ما مفروض. تتقالش كده، لا خد بالك الرنجات مختلفة تماما. هنا دي انا ببلوت اس، الاس رنجاتها من 0 ل 3، هنا انا ببلوت الار الرنجات واصلة لغاية 6، لكن ليه الشكلين سيميلر؟ ده اللي احنا بنقوله بقى، السوفت وير ما يفهمناش الكلام ده، انت لازم، انت المهندس اللي لازم تكون فاهم الكلام ده، ما احناش داتا، انت ما بندخلش بيانات فقط. سيميلر لان ده بيريبريزنت ايه ده؟ الفاريشن ده بيريبريزنت ايه؟ بيريبريزنت الديسبيرشن في البروسيس. هو انا لما اغير الميجر اوف ديسبيرشن الديسبيرشن في البروسيس تتغير؟ لا. الرنجات الارقام تتغير حسب الميجر اللي انت بتستخدمه، لكن الفاريشن في البروسيس هيتغير مع اختلاف الميجر اللي انت بتستخدمه؟ لا. فعشان كده الاثنين سيميلر، وطبعا بتوع الاكس بار ذا سيم، لان مره استخدمته بالار مره استخدمته بالاس. ده من الاخر بقى كومنت بقى، يا رسمت الاثنين دول يا رسمت الاثنين دول. هو ما ننساش الفانكشن اصلا بتاعت الكنترول تشارت، الفانكشن بتاعت الكنترول تشارت تحدد لي هل البروسيس statistically in control ولا out of control. ها هتقول لي ايه؟ out of control، out of control. out of control. actually بقى ما بقفش على كده، بس احنا لسه ما شرحناش. يبقى دي out of، يبقى انا عندي البروسيس هنا كده out of control، ونقف على كده. احتفظوا بحلكم المسائل دي والارقام، لان هنكمل عليها الاسبوع الجاي لو لينا عمر ان شاء الله باذن الله. ها حد عنده؟ يا ريت بقى من هنا للاسبوع الجاي نذاكر. انتوا كده هتخلوني ان انا لغايه اخر كلمه داخله في الامتحان عشان اجبرك انك تذاكر. خلينا نتفق الاسبوع الجاي الامتحان داخل في ايه. حد عنده اي تساؤل لغايه دلوقتي؟ احنا ما طبقناش في السكشن غير اكس بار وار واكس بار واس فقط، وكمان ما كملناهاش لان النقط اللي طالعه بره دي تقول لي ان البروسيس statistically اوت اوف كنترول، ومش بس ده انا لسه لازم اعمل حاجه تانية ما اتعلمناهاش احنا بقى دلوقتي. ها حاجه تانية كده يا شباب؟ حد عنده اي تساؤل؟ كله تمام يا دكتور، نتمنى ان تمام شاء يا الله دكتور. كله تمام، وشكرا لحضوركم. انا هبقى هكلم شادي بقى يحدد لنا ميعاد للميد تيرم اللي هي للانترميديت كويشنير عشان هيقفل علينا الاسبوع الجاي، ف لنا قبل الايه، قبل الميد تيرم، ويبقى نتقابل الأسبوع الجاي نتفق الميد ترم داخل في إيه إن شاء الله، أكون فكرت الامتحان هحطه إيه. أوكي يا شباب، أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. حد عنده تساؤل؟ شكرا لك، لا. شكرا لك. عفوا، شكرا لكم، مع السلامة.